نحب كل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا زي ما جينا قلنا قبل كده. خلق النبي صبعك الجميل عشان يجي لك المشتركه عشان يجي لك كل دي. النهارده ان شاء الله خلصنا المزرعه وناس كلمتنا عندهم كلبين عايزين يتجوزوا. في مشكله في النتايه لسه مش عارفين ايه هي لما نروح وهنكتشفها. قال لك في بيليا او الفرج مقلوب او الفرج طالع لفوق لسه برضو كل ده انا معرفوش. هنروحوا من هنا اهو ان شاء الله وهنشوفوا ايه المشكله اللي عاقت الذكر والنتاية وما كانتوش يتجوزوا. كلامي للناس المفتحه وقليله الذوق اللي بتقعد تتكلم كتير. طالما انت مش فاهم ما تتكلم، خليك في كوزك لما نبتدي احنا نندهك ونعوزك. دلوقتي حضرتك الشغل مش عيب ولا قرف ولا اخيه ولا اي حاجه. الجوازات دي علم ودراسه. بره الناس بتتجوز بيدخل لما بيجي يجرب بيشوف حصان ولا جاموسه ولا بيدخل ايده كلها جوه الحصان في النتايه عشان يوسع الفرج للذكر. ناس ياما بتقعد تتكلم من غير ما تفهم اي حاجه، تقعد تقول لك انت كده تعمل التهابات للنتايه، انت كده الفرج يتعب كده. مفيش الكلام دوت. انت كل اللي بتعمله بتدخل صبعك جوه الفرج بتاع النتايه عشان توسع عشان الذكر يعرف يخش جوه. ناس تقول لك اخي انا لو الشغله دي مش عارف ايه، انا لو الشغل ولا هو عيب ولا حرام ولا في اخ ولا اخي ولا الكلام ده، ده شغل وعلم ودراسه. انا لما بروح كده اهو بصور للناس عشان الناس اللي مش عارفه تجوز تعرف تجوز. فيا ريت الناس اللي ما بتفهمش تشوف الاول وتبحث وتدور وتشوف. دور كده على جوازات في الناس الاجانب هتلاقيهم بيدخلوا ايديهم كلهم جوه الجاموس والبقر والحصينه عشان يجوز ويعمل له لقاء. وفي ناس ياما بتجوز بتلقيح صناعي. احنا بنروحوا للناس عشان نوري الناس اللي مش عارفه تجوز عشان الحيضه ما تفوتهاش. الحيضه بين الحيضه والتانيه 5 شهور فحرام. عشان ما نطولش عليكم والناس المستفزه ربنا معاهم. يلا بينا عشان ما نروح. بس طبعا ما تبصوا كده على الفرج بتاع الفرج النتاية الفرج النتاية بيبقى كده بيبقى اكنه وارد عشان الناس اللي ما بتبقاش عارفه ان ده حايضه ازاي او ايه اللي بيحصل. الفرج ده بيبقى صغير قوي لما بتيجي النتاية تحيط الفرج بيكبر اكنه وارد اكن في حاجه في النتاية زي ما انت شايف كده. شوف النتاية الأول، حط كده صبعك شوف النتاية ضيقة واسعة في مشكلة. وأنا على كلامي لما هو كلمني قال لي النتاية في حبلية كبيرة أوي. مش أنت اللي كلمتني؟ إيه بقى المشكلة؟ هو الذكر بيجي يعني مثلا يعمل عملية التزاوج بتاعته تمام ما بيعطي يعني مثلا بيخش من العضو التناسلي بتاعه 8 سنتي واللي مش عارف يكمل. مش عارف يكمل. طب إيه انت ايه المشكله اللي في الفرج؟ قلت لي كان الفرج ماله نازل ولا مقلوب ولا في حاجه صدت حاسس ان في حاجه صدت الذكر انا مش قادر اعيش. عامة دلوقتي هنجربه ونطلعه كده دي كلاب جلد عشان تبان معاكم الكلب بيطلع ازاي وبيشبط وكده. هنيجي برضه في النور شويه ان ده هتسيبني وشها كده جامد. طلع الجفايه خد الشدات امسك النتاية فين الشدات بتاعها فين؟ اللي جاية بس ستيريو ماشي ماشي خد
يعني انت مسكها يطلع يطلع في كام مره مش هتاكل. امسك الدكر بس ايوه كده. خلوش ينزل بقى منك، خليه ما تساوي. سيب رجلك، خد
رجلك معايا في مش عايز احسن احسن يا بطل. ايوه كده جدع. بس انت بتسيبني تاني صح؟ اوه زي ما انت شفت كده اهو. ودي يعني ايه؟ كده بقى هنا عندنا بقى هنا كده فرج النتايه اهو. العضو بتاع الذكر لافف من تحت لجوه. هنا الكلب مش قافلة على البقر. مفيش حاجة الكلام ده. الكلب العضو بتاعه نازل من تحتيه داخل في النتاية. جوه العضو بتاع البقر ذات نفسه بينفخ بيضتين جوه النتاية كده. عشان كده هما عاملين ايه؟ ماسكين كده في بعض. النتاية مفيش حاجة اسمها تقفل على البقر تقعد على البقر. مفيش الكلام ده. زي ما انت شايف كده اهو. الشداد بتاع النتاية اهو. اهو. سيبهم شويه. ادي اهو فرج النتايه. العضو بيخش كده جوه اهو. لما بيخش هنا في هنا بيضتين بينفخوا جوه في النتايه. مهما انا افضل اشد كده اهو. تعالى كده شد دي. شد شد اهو. ليه؟ هنا في كورتين منفوخين جوه. شد شد. عمره ما يطلع. عشان كده الكلب عامل ايه؟ خلف خلاف. امسك البتاعه امسك ما تخافش مش هنعضك. هنا بقى لما الكلب بيبتدي الكورتين اللي عنده يفشوا يروح هو طالع لوحده كده. يبقى مفيش حاجه عندنا اسمها ايه؟ نتايه تقفل او نتايه تقعد على الذكر. مفيش الكلام ده. ربنا يبارك لكم خير. انت بقالك كام يوم متجوز؟ انا داخلين في بتاع امبارح وكان قبليها برضه طلع ذكر تاني كده برضه ما عرفوش عن حاجه. النتايه الفرج الصراحه على النبي مفيش اي مشكله. ولا بيا ولا ضيق ولا اي حاجه. ها؟ يعني ايه المشكله ولا في اي حاجه. هي عايزه اللي انت تعرف تظبط الطاقه العضو بتاعه على فرج النتايه. طبعا هو لما بيجي يضرب بيضرب ايه؟ بيضرب كده بيضرب كده. احنا عايزين الطاقه يضرب كده. طب ما هو يضرب كده اهو هيعمل ايه؟ مع الكبسه اللي انا كبستها له يخش جوه ينفخ ايه؟ ينفخ جوه. لكن الطاقه الصلاه على النبي ربنا يبارك لك فيه ما شاء الله. النتاية مفيهاش أي مشكلة. طب معلش أنا هو ده إيه اللي في الأرض ده دم ولا دي دم عادي من النتاية لازم وطبيعي ممكن الدقة لما يجي يفك من النتاية ينزل دم. ليه الدم دوت؟ يا إما تصافي الحيطة بتاعت النتاية أو الدقة وهو بيضرب جامد مع النتاية اتجرحت من جوه. فعادي مفيش مشكلة. في ناس بتتجوز تيجي بعد يومين تلاتة تقول لك النتاية جاب الدم من الفرج. في عندنا حاجه اسمها حيضه وهميه ممكن الكلبه تتجوز وتيجي بعد اسبوع او 21 يوم تحيض تاني نفس الحيضه. يبقى الحيضه الثانيه دي هي الاساسيه. لكن الدم كده هو بيبقى التصافي. بنشوف بنسيبها يوم او يومين وبنجرب بعد كده. وربنا المستعان يا رب. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. نرجو ان تكونوا استمتعتوا معانا وينوروني سادات وسادات. اتمتعنا بالتليه والى اللقاء في الحلقه القادمه.